وبركاته. مرحبا طلابنا الاعزاء، طلاب الصف الثالث ابتدائي. اليوم جيناكم بهاي المحاضره المهمه جدا، وان شاء الله اليوم راح ناخذ على الكتاب الموجوده عندك باليونت الثالث. عندك قطعتين مثل ما عودناكم مسبقا، عندك قطعتين، قطعه تجيك من ضمن السؤال الاول فرع اي، ودائما تجيبوا لك هي قطعه خارجيه، وعندك تجيك من ضمن السؤال الاول فرع بيسموها قطع الكتاب. فما بدي اطول عليك، تابعوا ويانا. عندك هسه هاي القطعه موجوده عندك صفحه 48. هذا النوع من القطع يجيك بالسؤال، ركز وياي، دائما يجيك بالسؤال الاول فرع اي. بالامتحان راح يجيبوا لك القطعه المتعلقه بذن الاسئله، تلقيها صفحه 48 بكتاب الطالب، راح يعطيك اياها قدامك مثل ما جابوها بالدور الاول. مثل ما تلاحظ هسه الاسئله طلعت قدامك، هاي الاسئله الدور الاول، وطوق ذن الاسئله اللي تلاحظهن ذن ست اسئله متعلقات بالقطعه، ذن السته جابوهم بالوزاري هن نفسهن ذني. هسه تقول استاذ يعني ما يغيروهن؟ لا ما يغيروهن، راح يجيب لك اياهن نصا نفسهن. اوكي؟ اللي تلاحظ القطعه طوق اياها قدامك وطوق الاسئله المتعلقه بيها. اوكي، هسه نجي للاسئله المتعلقه بيها، اذا فهمت الاسئله القطعه راح تصير عليك سهله. تمام؟ اذا فهمت الاسئله وعرفت شلون تجاوبهم، حتى لو جابوا لك القطعه، انت ما دام عندك معلومه على الاسئله مالتها راح تعرف تجاوبها ترو لو فوس او يس لو نو. مرات يجيبوا لك اياها بالامتحان يقول لك جاوب لي يس لو نو، او يقول لك جاوب لي تي لو اف، يعني ترو معناتها صح واف معناتها خطا فولس. اوكي؟ هسه راح ناخذ الاسئله مالتها، ضروري تفهم لي الاسئله. قايل لك هنا نمبر 1 يو شودنت شير your trousers with the friends. ناس قايل لك انت لا يجب ان تشارك افكارك مع اصدقائك، ترو لو فولس؟ راح تقول له نو او اف، يعني خطا. اوكي، هنا يقول لك يجب ان لا تشارك افكارك مع الاصدقاء، اذا لقيت هذا السؤال دائما خلي عليه نو. هنا قايل لك this is a good باسورد، هذا الباسورد الجيد باسورد 1 2 3، يقول لك الباسورد الجيد من الواحد للثلاثة، راح تقول له خطأ. اوكي، if you don't like something online، اذا انت لا ترغب بشيء ما على الانترنت tell an adult، اخبر البالغ او الكبير. اذا لم ترغب بشيء على الانترنت اخبر الكبير، راح اقول له صح الكبير او البالغ. يو موست، انت يجب الا نفى، تعتبر نفي هنا، انت يجب الا تلتقي بالناس الذين تعرفهم فقط على الانترنت، اقول له صح. اوكي، خمسة قايل لك يو شود نفى، انت يجب الا كيب يور بيرسونال انفورميشن سيف. هنا ايش قايل لك؟ قايل لك انت يجب الا تحافظ على معلوماتك الشخصيه بامان، اقول له خطا. هنا قايل لك it is a bad idea to put your number your phone number online. قايل لك انها فكره رديئه عندما تضع رقم الموبايل على الانترنت، راح اقول له يس. ركز وياي، يقول فكرة رديئة من تخلي رقم الموبايل مالتك على الانترنت، اقول له صح. ذن الاسئلة كلش مهمات مثل ما جابوا لك اياهم بالدور الاول، جابوهن نصا ما غيروا بهن اي شيء، حتى بالتسلسل جابوهن. طلابنا الاعزاء، هاي القطعة مثل ما علمتك راح يجيبوا لك قطعة قدامك بالامتحان الوزاري من ضمن السؤال الاول فرع اي، راح يعطيك قطعة قدامك، القطعة تلقيها صفحة 48 بكتاب الطالب، راح يعطيك عليها ذن الاسئلة نصا، فحاول انت تحفظ مو تحفظ لي اياهم بالسرة نو نو يس نو، لا لا تحفظ هيك، حاول ترجمت لك الجملة تكتب عليها الترجمة وتحفظها مثل اسمك. حتى بالامتحان خاف يغيرون مكاناتهم او يجيب لك اياهم مثلا مو بالتسلسل، انت حاول تفهم الجمله وتترجمها عدل حتى تعرف هاي يس وهاي نو. طلابنا الاعزاء، بعد ما خلصنا هاي القطعه راح انتقل وياك للقطعه الموجوده بكتاب النشاط وارجع لك. طلابنا الاعزاء، رجعنا لكم بعد ما كملنا القطعه المتعلقه بالانترنت. ومثل ما عودتك قلت لك وين تجيك؟ تجيك دائما بالسؤال الاول فرع اي، اما جيناك بهاي القطعه المهمه جدا، هاي القطعه تجيك دائما بالسؤال الاول فرع بي،
دائما بالسؤال الاول فرع بي. اوكي، هاي القطعه مثل قطعه احمد اللي اخذناها باليونت الاول، وقطعه تاريخ الورق، وهاي القطعه الثالثه. ذني دائما يجنك من ضمن السؤال الاول فرع بي ميز. هسه تقول لي شنو الفرق بين السؤال الاول فرع؟ السؤال الاول دائما يعطيك قطعه موجوده ويعطيك الاسئله المتعلقه بها، اما السؤال الاول فرع بي مجرد يعطيك بس اسئله يقول لك جاوب لي عليها. الاسئله وين؟ نفس القطعه شرحناها، قطعه احمد، قطعه تاريخ الورق، وقطعه اللابتوب. الاستاذ راح يسالك بين مثل ما جابوا بالتمهيد والدور الاول والدور الثاني. تلاحظون هاي الاسئله طلعت قدامكم، شوفون السؤال مالتهن دائما يجيك بالسؤال الاول فرع بي. هسه نرجع للقطعه مالتنا. القطعه قايل لك ذات نمبر 1 ذات ابي دازنت وونت تو باي ا لابتوب. هنا قايل لك ابي لا يريد شراء اللابتوب، اقول له خطا او اف. قل له اف. اوكي، نمبر 2 قايل لك ماي مام ثينكس ذات هيفي لابتوبس ار ذا بيست بيكوز ذير ار سترونج. قايل لك هنا الام تعتقد بان اللابتوبات الثقيله تكون افضل لانها قويه. راح اقول له خطا، اقول له اف. اوكي، قايل هنا ذا فاميلي can use the laptop in different rooms. يقول هنا العائلة تستخدم اللابتوب في غرف مختلفة، أقول له true، صح. أوكي، قال لك it is a good idea، إنها فكرة جيدة to write your password down، إنها فكرة جيدة عندما تكتب الباسورد أسفل and keep it safe، وتحافظ عليه، أقول له خطأ. نمبر 5 قايل لك the children الاطفال can share photo with their family. هنا قايل لك الاطفال يمكنهم مشاركه الصور مع عائلتهم، اقول له true. All the laptops were too expensive. كل اللابتوبات كانت غاليه جدا، اقول له خطا. نمبر 7 قايل لي باسيمز فاميلي لوكت ات ا لوت اوف لابتوبس. قايل لي عائلة باسيم نظرت للكثير من اللابتوبات، اقول له صح. قايل لك هنا ذا لابتوب ذي بويت از بلاك وذ سيلفر كي. قايل هنا اللابتوب الذي اشتروه اسود ومفاتيحه فضية، راح اقول له خطا. طلابنا الاعزاء، ذني الاسئله المهمه المتعلقه بالقطعه مال اللابتوب الموجوده عندك صفحه 48. اعطيتك فقط الاسئله المهمه اللي دائما يجيب لك اياها بالامتحان الوزاري، انا ما اعطيتك القطعه كلها واقول لك تعال احفظ لي اياها كلها، اعرف مستوى الطالب ما يقدر يحفظ قطعه كامله، اعطيت الاسئله المهمه المتعلقه بها. طلابنا الاعزاء، بعد ما خلصنا هاي القطعه ان شاء الله نشوفكم بالمحاضرات القادمه في مال الله.